مريضة بالعالم. أهلين ماهر. قلت لحالي لأمر أشوفك أطمن عليك قبل ما أروح الخرابة. خرابة؟ ليش ما دريتي إنه المكتب صار خرابة؟ بعد ما استلمته عنك هي اللي اسمها رنا. لك شو خرابة وما خرابة؟ شو هالحكي هذا؟ الله يرضى عليك. هالأمر في إذا ما فشيت خلقي وحكيت لك لإلك، لمين بدي أحكي؟ لا، كمان أنت عم تزودها كثير. لا عم زودها ولا شيء. أنت روحي على المكتب وشوفي كيف طلعت منه وتركته قايم قاعد. إيه لا بقى، زودها كثير. شوف يا استاذ ماهر. يعني هلا اللي فهمته من كلامكم انه مدرساتكم ما عم يفهموكم منيح. وناطر حكم الافراج بمجرد ما يرن جرس الحصه.
وهذا الاحساس بخلينا نحس انه المعلومات اللي عم ناخذها وباء عم تزت القاسي علينا لحتى هي ترتاح ونحن نبتلى. بينما الاستاذ الخصوصي بتحسيه بيشرح الدرس مره وتنتين ثلاثه وهو مبتسم وما بيتقفف. ايه بس مدرساتكم من اكفأ المدرسات. مزبوط كلامك، بس يحترمونا شوي. مو معقول كل ما نفوت على المدرسه تسلقانا القاسي منى وكانه شي مساجين فايتين على السجن. هذا ما عدا البهادة اللي بناكلها من المعلمات على الطالع والنازل. كل وحدة بتكون مالة وداية خلقة من جوزة أولادها بتجي بتتفشش فينا. أنا بس بدي أعرف ليش أولياء الأمور هلأ بآخر السنة؟ أنتوا ليش زعلانين؟ ليش زعلانين؟ أساتنا وأهلينا رح يجتمعوا سوا كتير مبسوطين. والبلاوي الزرق اللي عاملتها كل وحدة رح تنكشف وتبان، وكل قاسي متضايقة من شي طالبة رح تمسك ولي أمرها. ويلا عشكاوي وبهادل. شو عم تعملي فيها يا بنات الصف؟ يلا صفكم بسرعة لشوف. يا 50 200 ليرة نعمة الحمد لله. وهي الفراطات وهي كاسة شاي مشان تروق بالك. أحلى مساعدة قربي هالكرسي لإلك تعي. يلا والله اجت بوقت كاسة الشاي يا مساعدة. صحة وهنا. تفضلي. يلا مساعدة. نعم. يعني ما دام البنات بصفوفه والاستاذه منى معنا. لا تجيب لي سيره الانسه منى نهائيا، روح قلبها تقطش لنا حديثنا. اصبح خلينا نكمل حديثنا لك. انو حديث؟ خلص مساعده، اذا نسيتي بلا. لا لا، تذكرت. شو بدك تحكي؟ مساعده. نعم. انا رجال ارمل من 15 سنه. واخر بنت من بناتي جوزتها من شي سنه. حرام يعني هن ما عم يتركوني، اللي عم تغسل لي واللي عم تكوي لي واللي عم تطبخ لي. بس أنا ماني محتاج لا غسيل ولا كوي ولا لبس. أنا محتاج إنسان يتوقف جنبي تعيني بوحدتي. الوحدة رح تقتلني يا أم سعدة. مشان هيك اخترتك لتكملي معي بقية حياتي. هذا إذا ما عندك معنى. فاجأتني. بس ما تكون مفاجأتي زعجتي. شربتي الفرع على قولة اخواننا المصريين. ان شاء الله الف مبروك يا استاذ عبد الله. ابو محمد عقبالك انت استاذ عبد الله، نصيحه من اخوك ابو محمد، اوعى الاستاذه شم قرين الاستاذه منى تسمع بخطبتك من الانسه هناك. ليش؟ لانه ما بتشوف اثنين الا بتبعدهم عن بعض ويمكن توقفهم على الحيط جزاء. محمد الله يسامحك. أنا الله يسامحني يا أستاذي، واللي هي الله لا يسامحها، اللي كل ما شافت اثنين بتخزقهم عين بتفرقهم عن بعض. لا تعلي صوتك هلا بتسمعك. الله يسامحك يا أستاذي، ما عادت فارقة مع ابنه. أشرف أستاذ أشرف، الله ليتو ألف مبروك. أبو محمد. ليه ما رنيت له الجرس؟ هلا برنه أستاذي. روح رنه بالجرس. الله عقبال البكاري. خلاص غزال، خلاص نسيت غزال. ما بتعرف حسيت شي تلف. شو بقى غزال؟ تعبانة شوي. سلامتك. انسى اطلح الاول مسألة. شو حلل لك اياها استاذ الخصوصي؟ لا، علمني كيف حلها. ما شاء الله على الشطاره. بتعرفي انسه لو بتعطونا درس بقابليه الاستاذ الخصوصي كنا بالف نعمه. حاج ضحك انت وياها. خلي انتباهك معي. عجبك اللي كاتبته؟ ما كنت بتوقع انه عندك هالموهبه كلها. برافو عليكي بابا. يعني رح تساعدني؟ شو بدي اساعدك؟ ادخل الفرع اللي بدي اياه. بابا انت بتقدري تدرسي اي فرع بدك اياه وبتقدري تكوني كاتبه وناجحه كمان. بس اذا دخلت فرع صعب رح يشغلني عن الكتابه. ما في شيء بيشغلنا عن موهبتنا. بدي اقول لك نصيحه، خلي موهبتك هوايه بتمارسيها بعد ما تنجحي بالحياه. لانه لو صارت الكتابه شغلتك رح تحسي يوم بعد يوم انك بديتي تملي منها.
الإبداع لا بده تفرغ، بده تجديد. تقعدين ما تزعلي مني؟ بعدها بس قلي شو عامل؟ غيس لك عندي خبريه كثير سيئه. خير اخوك ايهام قال الحقيقه تبع السيدي لاما. ايه عم تحكي جد؟ هذا بالظاهر تحكمك فيه كان اصعب عليه بكثير من انه يقول الخبريه السوداء لامك. تعبت اعصابه. طيب ليش لك ما سمعنا صوت خبط وضرب جوا؟ غيث مو كان المفروض تخبروني بقصه السيدي؟ يعني قلنا لحالنا انه ما حلوه نفشي كمان سر تمنى عليه اخونا الصغير. ايه بس هذا ما بيجوز، ولا لقيتوها فرصه لحتى تاخذوا تاعكم منه. شو كنت عم تحكي له لايهام؟ كنت عم بشرح له السبب اللي مشانه اخذ غيس منه السيدي. وفهم بالله؟ طبعا فهم. ماما غيس كل ولد بعمر اخوك ايهام ممكن يغلط ويلعب بعقله، مو هون المشكله انه نعاقبه ونخانقه بدون ما نفهمه السبب اللي خانقناه مشانه. كيف نفهمه يا هاي؟ في اساليب كثيره ممكن نبسط فيها المواضيع ليفهمها الولد اللي بعمر اخوه. نسيت انت لما كنت بالصف التاسع واجيت مره على البيت وكان بايدك مجله؟ خلص بتذكر ماما، يعني لا تكفي. هذا معناه انه كلياتنا ممكن نغلط مره وتنتين وعشره، بس لو من اول مره اجا مين شرح لنا وفهمنا انه هذا غلط اكيد ما رح نكرره، لانه اقتنعنا انه غلط مو لأنه خايفين من العقاب. بس قديه كنت تكرهيني؟ على قد ما أنت كنت تكرهني. استعرفي شو؟ عن جد أنا كتير ندمان وضميري لهلأ عم يأنبني. أنت تصطفل بس أنا لا. كيف يعني؟ هلأ أنت ضميرك ما عم يأنبك قد ما عذبتيني بالمكتب؟ لا، لأنه كنت حاسة أنه وراء هذا الانزعاج شعور خفي بيربطني فيه، ما كنت عارف شو هو، بس هلأ صرت عارف. لو سمحت بلع لنا شو عفوا الصوت شوي خربطت. اوكي. تنتحري؟ لك شو انتي مجنونة؟ كرهاني حياتي وحاسة حالي انه ما عاد في عيش اكتر من هيك. خلصنا لما هلأ مو لانه ما زبطت هالزواج تفكري بهالطريقة. تخيلوا ما رضي يطلقني لحتى اتنازل له عن كل حقوقي. وان شاء الله تنازلتي. طبعا تنازلت، كل اموال العالم ما بتساوي شيء قدام حريتي من هيك واحد. وطلقك؟ طيب اللي بدك يا صار، ليش زعلانه؟ طلقت ولسه ما صرت 18 سنه وعم تساليني شو بدك اكثر من هيك؟ انت كمان استعجلتي. خلصنا خلود، بنرجع نفس الموال. اتركيها ريما، خلود معها حق، كان لازم عد للألف قبل ما أتجوز. لشو هالحكي هلا؟ يلي صار صار. اترككم من قصتي، طمنوني عن دراستكم. ولي لا تذكرينا بالهم. هم؟ يا ريت همي مثل همكم، يا ريت كملت دراستي وعشت هالأيام الحلوة معكم. وبعدين كنت بفكر أتزوج وأحمل هالمسؤولية على بكير. أنا معك إنه الزواج مرحلة مهمة بحياتنا، بس ما لازم نختصر شي لنوصل له. ولك امي انا مين معي اللي اعمل لك العمليه؟ قولي لابوك لك عمو اعظامه ذهب ولا مثل العاده قطع ايده وشحد عليها. لا تحكي هيك عن بابا. يا حبيبي هي قاعده ببيتي وبتقلي احكي هيك ولا تحكي هيك؟ ماما شو قلتي؟ قالت ما محرك عمي. يعني معقول ضل هيك على الحاله وانتم بدكم تساعدوني؟ طولي بالك ماما، ان شاء الله بكره بتفرج وساعتها ما بقصر.
وليوم بدي ضل هيك؟ صار لك 18 سنة على الحالة، يعني ما عاد تقدري تتحملي؟ عمو كرمال الله يرحمني. شو بدي اتحمل لاتحمل؟ بروح لعند بابا بتوقف مرته ضدي، بيجي لهون بتوقف انت ضدي، شو بعمل لحتى ترتاحوا؟ اقدر حالي وخلص! لك الله يقصف عمري لارتاح من هالعيشة، لك كلنا أرضي ابن أرضي. تضربي منك لبنتك. ايه، ضليت وراها وراها لحتى هججتها بليلة ما فيها ضو قمر. كمان انت قدرت تمثل عليكي وتكسبك لطرفها؟ ما عم بتجن عليها، بس كمان ما بقبل انه هلا. المهم طلعت من بيتنا وحياتنا وخلصنا منها. اي خالتي سامعتك. شو بدنا نعمل يعني؟ حياتنا رجعت مثل الاول واحسن. متضايق له شوي بس معه بيروق. ما ضرتني بس كمان ما بقبل. خالتي شو رأيك بكرة الصبح امرق لعندك بعد المدرسة ونحكي؟ طيب اوكي يلا باي. بس عارف شو عملت لهم لحتى حبوها؟ هلكتن طلبات عن رايحة وعن جاي. شاي وفتين هيك طول النهار. بس حبيبي هيك ما بينفع، عندها بكالوريا بتخف عليها شوي حرام. لا معلش خليت الداعي تخرج فرود أنانية، لازم تتعلم تتخلى عن أنانيتها شوي. ما معود تضل مرتبطة فيني هالشكل. اي حبيبي معك حق، بس البنت بهذا السن كتير بتتعلق بأبوها، يعني هيك ما بعرف بتعتبره مثلا الأعلى وما بتسمح لأي حدا بالعالم إنه ياخده منها. فكيف إذا كان هذا الحدا خالي من الأب اللي أنت بقى؟ يعني رح نضل بعاد عن بعض لحتى تعدي هالمرحلة. هذا خلص اهدي خدي شربي شوية مي. قاسي أنا خايفة، خايفة كتير. من شو خايفة؟ خايفة من أهلي، بدهم يجوزوني وبطلوني من المدرسة. هيك فجأة بدهم يجوزوكي؟ لا كله من دانا. ليش شو علاقة دانا؟ هي السبب، ورطتني وهربت. طيب والمدرسة والبكالوريا اللي بتعمل عمدة شو بدها بالمدرسة؟ يا حرام يا غادة، دخيلك لسه خايفة عليها بعد اللي عملته فينا هي ولزمكة؟ يا ياسمين غادة ضحية، ضحية رفقة السوق. يا بناتي صار ببساطة انه غادة رافضة الواقع اللي عايشة فيه، وهذا الشيء اللي خلى دانا تسيطر عليها، وفوق كل هذا اما بتشتغل ببيت اهلها لدانا، شو بكون يطلع منها غير هيك؟ بتعرفي بنات انا كثير خايفة على اختي مرح. زميكي قبل ما تطلع منها سميت عقلها بأفكار قلبتها فوقاني تحتاني. خايف عليها مشغول بيها. حسنا أنا بهنيكي على هالقصة. عن جد أنسة؟ إي ورح تنبسطي أكثر لما تعرفي إني حكيت لك مشان ينشروا لك إياها بالجريدة. أشواك ناعمة؟ إي أشواك ناعمة، هذا إذا حبيتي. يا ريت يا ريت يا أنسة، هاد بيكون أسعد يوم بحياتي. معناها منروح على البيت هلا وبندرس وبنحط كل تركيزنا بالفحص والشهاده وبعدين لكل حادث حديث. الطايره على الدراسه طيران. الله يوفقك. لينا هاتي دفترك وتعي لعندي. لينا كم مره قلت لك ارفعي شعرك عن وشك؟
ردي، ليش ما عم تردي؟ ارفعي لها شوف يلا. أنسة ممكن أحكي لك شغلة برا؟ استني شوي رزان، ارفعي شعرك لينا خانو. أنسة لو سمحتي موضوع مهم، بدي أقول لك يا. ما بقى تنتظري؟ شو الموضوع؟ معلش إلك يا برا أنسة. مو قبل ما ترفع الخانم شعره. ارفعي شعرك وليه؟ أنسة كريمة مشان الله. اسمعيني مشان الله أنسة، الله يوفقك، بس اسمعيني شوي. رزان ارجعي لمحلك. أنسة الله يخليك. ارفعي شعرك وليه؟ لينا لا. لينا عم أقول لك ارفعي شعرك. لا لينا. أنا عم أقول لك ارفعي شعرك. لينا لا. عم أقول لك ارفعي شعرك. مرة ثانية بقول لك ارفعي شعرك. تفضلي. وهي رفعته. ارتحتي. تفرجوا كلكم. تفرجوا أنا. ارتحتوا. اتركوني بقى. على ابنه وجوزه اللي ماتوا من 15 سنة بحادث سيارة. يا حرام يا أنسة هنت. معناتها هذا اللي خلاها تصير بهاي الحالة وقت حادث السيارة تبع لينا. حرام، ومشان هيك ما بتضحك منه. معقول نكون مفكرينها قاسية وبلا قلب تطلع مكسورة القلب؟ يا بنات أنا كتير ضميري عم يأنبني. وقال نحن نقول عليها خفاش أسود وبلاك هومان. شو بيعرفنا إنه في ورقة ساوت شكل قصة بتقطع القلب؟ هذا الشيء بيخلينا ما ننغرب المظاهر يا ست نضال. حكى بدري. طب هلا طمنينا كيف لينا؟ منيحة اليوم المساء بنروح نطمن عليها. لك شو قصتك انت مع هالبنت؟ ما تنقصر الأنسة هند، هدول الأشخاص اللي من برا بتشوفيهم لقمة وغلظة، لما بتفوتي لجواتهم تقومي تتعاطفي معهم كتير وبتعرفي ظروفهم. هلا قلتي لي حكى بدري؟ اي حكى بدري. لك يا دانا من شاء الله تحكي معه. لك أهلي عرفوا، والله إذا ما إجا طلبني لحتى تقوم قيامتي. هو هيك قال لك؟ لك الله يخرب بيته. قال لي دلقت حالي عليه؟ يا دانا ببوس ايدك، ببوس رجلك تلاقي لي حل. لك ما انت اللي عرفتيني عليه؟ لك ما بعرف شو بدك تعملي. هلا هيك؟ صرت لا بعرفك ولا بتعرفيني؟ لك يا دانا مو انت اللي
اللي بحياته وضعك ما منعك من ممارسة حياتك بالشكل الطبيعي؟ بقى شو اللي صار هلا؟ علاء حكيني ماما، قلي بشو عم تفكر؟ يا ماما يا ماما الله يخليكي، انت اكتر واحدة بتفهمي علي. يا ماما انا فهماني عليك، بس انت فهمان على حالك؟ انا اللي بفهمه انه ما لازم ورط حدا تاني معي. بشو بدك تورطها معك؟ بعجزي باعاقتي، بشو بدي ورطها يعني؟ علاء انت منتبه انه اول مرة بتسمي وضع رجلك عجز واعاقة؟ يمكن لانه انا اول مرة بحس بهذا العجز والاعاقة. روعة بتحبك ماما، وانا كمان بحبها، بس انا مالي اناني لحتى اظلم الانسان اللي حبه قلبي. اظلم وعجز واعاقة وذنب، هالتعبير الجديدة عمرها ما كانت بقاموس كلامك. ماما انت امي، امي يعني ما حتلاقي اعاقتي الا شيء طبيعي، ما حتحسيها مشكلة، بس الناس التانيين ما بشوفوها هيك. الناس التانية تقصد روعة؟ ماما روعة انسانة رقيقة وشفافة كتير، واكيد شعورها عاميها عن وضعي. لسه بيقلي وضعي؟ بتعرف لو هالكلام عم يقلي اياه واحد تاني غيرك يمكن كنت تعاطفت معه وبررت له خوفه وتردده، بس انت لا. بتعرف ليش؟ لانه طول عمرك عايش تحدي حقيقي مع الشيء هذا اللي عم تسميه هلا اعاقه. نسيت قناعتك بانه الانسان المعاق هو اللي معاق هون بعقله مو بأي عضو تاني بالجسم. نسيت الكلام اللي نحن تفاهمنا عليه. رد علي. ليش ساكت؟ ماما حبيبي بأكد لك انه ما في حدا منا كامل. العجز الحقيقي انه بعد كل هالتحدي والثقة بالنفس الكبيرة توقف عند اول امتحان لهالتحدي وتفشل. أنا ما بدي دافع عن روعة، بس بحب قلك إنه روعة لما حبتك شافت فيك علاء، علاء القوي اللي واثق من نفسه واللي ضحكته ما بتفارقه واللي حكمته بالحياة اللي الله حرمه من شيء أكيد بيكون عوضه عنها بشي تاني أهم. وإنت يا علاء الله عطاك كتير كتير يا حبيبي. أول مرة بنتبه إنه بابا طلباته كتير زيادة عن اللزوم. الله يعينك يا عولة، كيف كنتي متحملتي؟ لا والله كانت ظريفة وحبابة، على القليلة كان أبوك زادت عليها كل طلباته. أي لا، بس تأدي أم كل طلباته وطلبات البيت، بس تضل هي بعيدة وهي دولة الهوى. Thank you.
بابا يا حبيبي، كل عمرك متعود انت تعمل قهوتك لحالك، يعني شو عدا ما بدا هلا؟ عدا ما بدا اني تعودت انه حدا يغلي لي اياها. قومي قومي غلي القهوه وجليها الجليات ورجعي ادرسي لك كام كلمه، ولا نسيتي انه عندك بكالوريا؟ انا ما نسيت، بس الظاهر حضرتك اللي نسيت. لا ما نسيت، لو نسيت ما كنت نشرت الغسيل المكون بالغساله من 3 ايام عم يستني حدا ينشره. بعدين شبه هالاوضه هيك منكوته؟ هلا برتبها بابا. لسه هلا برتبها، هلا بجلي، هلا 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 هلا. يا اخي العيش بهالبيت معاه طنطاق. وامتى بدك تخطبني؟ لانه بابي ما عم يهدى من كتر الدق. بصراحه خايفه يعجبني شي شاب حلو من هدول اللي عم تقدمهم. وين سابك؟ ليه ساكت؟ شو بدك يعني رد على هذا الحكي الفاضي؟ أنا حكي فاضي؟ في لك أن وحدة بتقول للي بدها ترتبط فيه قدم أحسن ما يعجبني غيرك وإنساك؟ كنت عم بمزح. أنا ما بقبل هذا المزح. طب ليه معصب علي؟ لا كوني شوي جدية وحاكمة. هي أنا مو جدية؟ لا مو جدية. إذا كنتي جدية تفضلي حاكيني بموضوع واحد مهم. عن شو؟ عن شي بهمك. طب شو رأيك نحكي عن شو دلع؟ مو ملاقي شي مهم تحكي فيه؟ ملاقي، بس كل ما احكي لك شي بتعصب وبتقلي انه سطحية. معناتها كالعادة حابة تحاكيني عن السي دي والمطربين والوان الموضة. ليش بها الوان الموضة؟ ما بسبب اعجبت بجمالي. طيب وشو المشكلة إذا كنتي حلوة تمي بحالي؟ كمان بتقري مثلا؟ اي والله حاولت، بس ما عندي قدرة إني أحمل كتاب. من؟ هذا ما عدا إنه ما عندي وقت. كيف بدك تلاقي وقت وأنت طالعة من صالون حلاقة للتاني ومن حفلة لحفلة؟ أنا طول عمري هيك، وأنت أعجبت فيه لأني هيك. انكسر طحرشي نصيبة إذا مطولة لسعر حالي. خلود بيقول لك بابا كبي الورد الميت وخسر الفازة منيح. أبوك عم يتفنن تفنن بعذابه. شو بكي قاعدة مثل اللي ميت لميت؟ اشتقت لطالت علا كتير. استغفر الله العظيم، ما ناقصني أنا غير سيرة علا بهاللحظات هاي. طيب إذا أنت بتكرهيها أنا بحبها. كيف بتحبيها وهي فايتة على هالبيت جاسوسة؟ شلون يعني جاسوسة؟ يعني كانت كل يوم تفوت على غرفنا تنكش بغراضنا لحتى تحكي لبابا عن اسرارنا. مين قال لك انها هيك بتعمل؟ من يومين عملت لها اختبار، حطيت صوره ابن خالتك على كتابي ورحت على الرحله، رجعت من الرحله ما لقيت الصوره. شو معنات هالحكي؟ ابو الصوره علاء، انا اللي قمت من الكتاب. انت؟ ايه انا. بالعلامه يوم دخلت على غرفتك لدور على ورق ابيض اتدرب فيه على الاملاء، وقعت صوره علاء ورجعت على الدرج. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ إذا مو مصدقة قومي لأرجيك وين حطيت الصورة. امشي امشي. شرفي فرجيني. وين حطيتها وين حطيتها وين حطيتها؟ ايه ذكرت بالدرج. تفضلي. معقول كون ظلمت العلا؟ ايش قررت تترك دلع؟ يبدو انه من زمان كان لازم يتركها. يا لطيف. والساعات الطويلة اللي قضيتها على البرندة انت واقفة على بنظرات العشاء كله هذا انتسى. طب مو على اساس انه هي بنت بدها تكون شريكة حياتك بالمستقبل؟ اكتشفت مع التجربة انه الجمال مو كل شيء. ايش؟ انت عم تقول هالحكي؟ ليك الجمال حلو كتير انه نشوفه، بس اذا حبينا انه نعيش معه بيلزم النضج والعقل. يعني انا ما بدي اتزوج وحدة حلوة كتير وانبهر بجمالها شهرين ثلاثة وبعدين موت قهر باقي عمري من سخافتها وتفاهتها. اي بنت عادية فيها تصير بنت حلوة بشوية اهتمام مثل ما صار مع هبة، بس مو اي بنت حلوة ممكن تكون ناضجة وذكية مثل
شو مين مثل مين ها مين مثل اي بنت ناضجه يعني. ان شاء الله اكون فهمت. الحمد لله على السلامه يا بابا. ارتاحي يا عيون بابا ارتاحي. كل يلي صار بس لانه رفقاتك عرفوا بقصه ابنك. بسيطه يا بابا بسيطه خلص. والله لو بدي اتدين دين لعملك لعملي. عن جد بابا؟ اي مو تكرمي يا عيون بابا. الله وعلى عيني يا بابا. تكرمي يا بابا. كان يعملنا يا بابا انت تعملينا يا تفضلي. شو ها عصير بردقان فريش؟ ومين قال لك انه انا بدي عصير بردقان؟ مين قال لك انه انا بدي استنى حدا يقول لي شو بينفعك وشو بيفيدك؟ هذا البردقان بيخلي ذاكرتك تكون انشط للدراسه. خلود خلود صباح الخير يا حلو. يلا قومي الساعه صارت 6:30. انا ما بقدر احتل بيتكم بس حابة انكم تتحملوني عنكم بالبيت. يعني ضيفة تقيلة، خالة، اخت، اي شيء، صديقة اذا حبيتي. ايش ماما بتشوفنا؟ الكا بتشوفنا لما بناكل، لما بنشرب، لما بنلعب، لما بندرس. طنط لا انا بحبك كثير. انا كمان بحبك كثير يا عمري. انت انت واختك عمري وقلبي وعيوني من جوا. بس يا بابا انا كمان أنا رجال. رجال ما بيعرف يسير شؤون بيته. رجال بحاجة لإنسانة تعيش معي. تشاركني حياتي بكل معنى الكلمة. مو كبنت أو أخت. صار لك وين مع بعض خير؟ مالي ومخنوقة وحاسة حالي رح انفجر. طيب وانا؟ انت شو؟ يعني كنت حابب اني اقول يعني عن اذنك عمو عن اذنك تأخرت كثير على رفقاتي. عمو شلون هلا بتجي؟ شلون هلا بتجي؟ صارت الساعة 3 واختك لسه ما اجت من الدرس. والله اذا اجى ابوك ليقيني قيامتي وقيامتكم. قولي على قامتي شلون وافقنا على ساعة كل يوم بدون ما اسأل ابوك؟ قولي على قامتي والله ليقيم قيامتي وقيامتكم. الله يقصر عمري. ماما ماما بابا بيان رح بس علي يجي يعني لسه مع وقت. الله يسوقك يا مرا الله يسوقك يا مرا. قولي على قامتي على المصيبة وينه؟ ليش تأخرت؟ خلص شادي لا تحاول عم لك ماني رايحة يعني ماني رايحة. انا شلون بدي ارتبط ببنت ما بتثق فيني انا شلون؟ انتوا هيك الشباب بتضلوا تنقوا على المثل لحتى تغلط وبس تغلط بتروحوا بتدوروا على وحده ثانيه ما بتغلط لحتى تخطبوها. ما راح عم قلك الماما حابه تتعرف عليكي. تتعرف علي بكره بس تيجي تخطبني من اهلي. ما راح يا حبيبتي فكيها شوي وبلا هالعقد. انا ماني معقده بس احسن لي ضل بهذا السجن يلي انا عايشه فيه من اني اكون وحده من البنات يلي طلعتوا عرفتهم على امك واكيد طلعوا ندمانين بالنهايه. لك ما راح استني شوي. ليك شادي كلمتين ورد غطا هون بيتنا وصرتوا بتعرفوا وغير هالكلام ما عندي. مصدقة حالها هي. لك الله يسامحك يا دانا على هالبلوي اللي بليتيني اياه. We'll be right back.
القضاء بعدين اعمل اللي بدك اياه. والوظيفه برات على المدير. علاء هي القصه اللي حكيت لك عنها، اقراها واعطيني رايك فيها. اذا عجبتك مستحيل ما تعجبني. ايه مو شرط انه نتفق براينا. ايه بس اذا جوهر سليم كثير حتعجبني. اقنعتني. شو هالصوت؟ شو الصوت؟ ولا قوة إلا بالله، ما راح بنتي جيران هي. حساس كثير. هيك بتعملي ببنتك انت حرام تكون حرام. ما صدق اللي صار اليوم يا رجل. تقول في المعربي؟ والله انا مثلك. معقول في قلبي بيضرب بنته هيك بهالهمجيه؟ هذا اكيد مجنون. صار له شيء؟ الضرب اللي اكلته بيهد جبال، فما بالك بني ادم. طيب انت برايك بيحبسوه لابوها؟ طبعا بيحبسوه. يا لطيف يا لطيف، ارتجاج دماغ. البنت بحالة خطرة والأب بالسجن، كله بسبب الخوف. يعني شو فيها إذا تأخرت شوي بالرجعة على البيت؟ هذا البني آدم طول عمره معقد متخلف وعقله جوزتين بخرج. لك بس هي بنته وبنته. اللي ما في عقل ما بيميز بين بنته وغير بنته. يا حرام يا مرح، حرام. أنت أمي وبحبك وواجبي أسمع لك كلمتك، بس لهون وبيكفي. كل هاد لأنه ما قبل يعمل لك حفلة عرس؟ كل هاد لأنه بخيل وكحتة وما في براسه غير المصاري، وكيف ومن وين بده يجيبها؟ وهذا غلط برأيك؟ بدك تقبري بنتك مع واحد المصاري سوسته؟ ليش مين بكل هالعالم المصاري مو سوسته؟ اه؟ ماما رح جيب لك اياها من الآخر مشان ما ضيع لك وقتك ووقتي، هذا الشاب ما بدي اياه يعني ما بدي اياه، وإذا صاروا جبرتيني إني أتجوزه رح أرجع لك مثل رفيقتي لما مطلقة، مو بعد سنتين بعد يومين. ففكري وقرري لبنتك المستقبل اللي بتمني لها اياه. وأرجوك يا أمي لا تحرقي لي مراحلي لأني حابة أعيشها كلها. أحرق لها شو؟ هي إلي؟ أنسي هنب، نحنا كتير منحبك ومتأسف كتير منك. تتأسفوا؟ على شو؟ يعني نحنا أنسي آسفين إنه إحنا ما كلنا دريانين إنه ترتيبك الكفوان مني أول.
انت هند انت كثير حبابه، عمري بشوفك عم تضحكي. معلش بوسي حبيبتي. الحقيقه نسيت الضحك من زمان. انت طيب شو بتقولي للي بضحكك؟ جربي. هل في واحد حب ام طحن؟ ما يخاف. لا حلوه. هل في واحد اثنين ثلاثة؟ شو غزال؟ شايفك اليوم ما طلبتي مني اشرح لك اللي مو فهمانتيه مثل عادي. شو بنتي في شيء؟ انا مو منطق. استاذ قصدي خلاص خلاص معلش. غزل مثل بنتي وبتموت. بكرهك. شبي انت بدك اياه يسمعك؟ مو صالح. اسمعني. بس مو مشكلة. انا بوجهي خفاف الفرجة. مين؟ قصدك العاصي هلا؟ والله الخليه تدفع الثمن غالي. خلاص يا بنات اليوم حيدوب التجربة على المش. شو هن المستبعين اولياء امورنا اللي يبهدلونا؟ هذا مجلس روتيني كل سنة بيصير. لأنه نحن ناقصين نميمة. امشوا. مشكلتنا إنه كل واحد فينا عنده حلم ما قدر يحققه بيحط هالمهمة على أولاده. صحيح نحن أولياء أمور أولادنا ومنعرف مصلحتهم أكثر منهم لأنهم هن ما وصلوا لمرحلة من النضج إنهم يعرفوها، بس كمان هن إلهم شخصيتهم الخاصة ومن حقهم إنه يحققوا أحلامهم اللي ما بتشبه أحلامنا. لو تركنا أولادنا على حريتهم بيضيعوا أنسة، ونحن واقفين معهم تحت توجيهنا ورعايتنا مستحيل يضيعوا. نحن منعرف إنكم كلكم بتحلموا إنه بناتكم يدخلوا أحسن الفروع، بس الدنيا تغيرت وما عاد الطب هو الأهم مثل ما معظمنا متوهمين. صحيح هو مجموعه عالي بس مو لأنه هو الأهم أو الأفضل، بل لأنه بلدنا اكتفت بهذا الاختصاص. يعني الأطباء عنا عم ينغلوا نغل، كل مريض صار عنده 5-6 أطباء. فعلاً في عنا فروع بالجامعة ما بتقل أهمية عن الطب والهندسة، وكمان في فروع جديدة حابة أعطيكم ولو لمحة بسيطة عنا ممكن أولادنا أنه يدخلوها، طبعا حسب مجموعهم بآخر السنة. مو شرط أنه الطالب يدخل فرع منيح، المهم أنه يدخل فرع هو يحبه ويبدع فيه. وياما في ناس درسوا طب سنين طويلة وبالنهاية ما حصلوا منه غير اللقب. أخيراً خلصتها؟ قصدك أخيراً حفظت بصم. الأدب يعلمنا أن نستعير من الآخرين حياتهم، قناعاتهم، هيئتهم الخارجية، ولكن ليس السطو على أشيائهم الحميمية فهو الأصعب. الأصعب عندما نغلق دفاترنا ونخلع ما ليس لنا ونعود لنرتدي أشياء لا تشبه أجسادنا ولم تعد تعرفها لكثرة ما ألبسناها ثيابا لا تشبهها. كل هالقد عجبتك أفكاري حتى حفظت أجزاء منها؟ مو بس هي اللي عجبتني. تنزل تمشي معي تحت هذا المطر. بتقولي حضرتك ما نضغط عليهم ونتركهم حريتهم. والله والله ما بترك بنتي حريتها حتى تعد لي قدام المراية وتتفرج لي على المسلسلات المكسيكية وطالعة فايتي على السوق. فكيت الدش وشلت المراية على السقيفة وحبستها بالغرفة حتى تدرس. والله يا مدامي اللي ما عنده رغبة يدرس ما رح يدرس حتى لو حطيتيه بسجن متر بمتر وما معه غير كتابه. أنا بشوف يا مدام إنه ما فيها شي لو خليتي بنتك تحت إشرافك تشوف تلفزيون وتوقف على المراية وتسمع الأغاني اللي بتحبها، لأنه مستحيل تركز على الدراسة وهي حاسة أنه هي محرومة من أشياء كتير بتحبها. البنات كلها كم يوم وبيعطلوا مشان البكالوريا، ومو معقولة من هون لشهرين تحرميها من كل شي بتحبه وتغصبيها على الدراسة غصب. كلها سنة وبتخلص. سنة وبتخلص كلمة كتير سهلة أنه تنقال، بس صعبة كتير على الطالب محاصر بكم مادة مهمة وصعبة وفوق منها ضغط نفسي.
شو لازم نعمل يعني؟ ندرس عنه لحتى نريحهم؟ لا تدرسوا عنه، بس على القليلة وقفوا معهم وريحوهم.